للمزيد من المتابعة حول زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لمصر وأهمية هذه الزيارة، ينضم إلينا دكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد في جامعة أسوان. أهلا بك معنا دكتور. يعني الرئيسان تباحثا حول أفاق تعظيم التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المختلفة، وتوقيع مذكرات تفاهم وأيضا اتفاقيات حيز التنفيذ. تقديرك للكم والكيف الذي تم الاتفاق بشأنه بين مصر وكوريا الجنوبية في هذا التوقيت؟ يعني يمكن بملاحظة بسيطة لمعدل التبادل التجاري ما بين الدولتين ومقارنة بالعام 2020، هنجد أن هناك يعني تقدم ملحوظ في حجم التبادل التجاري اللي وصل أو تجاوز أكثر من 1.1 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 46%. يعني كل هذه الامور كانت محفزه يمكن لعمل مذكره تفاهم او بروتوكول تعاون ما بين الدولتين يشمل الاطر الاقتصاديه بالكامل، سواء حجم التبادل التجاري ما بين الدولتين، وخصوصا باعتبار ان كوريا الجنوبيه تتعامل مع الدوله المصريه باعتبارها مدخلا او معبرا للنفاذ للسوق الافريقي، مستغلة في ذلك وضع مصر داخل القارة الإفريقية وعضوية مصر في أهم تكتلات اقتصادية داخل القارة بما تتميز فيه من ميزات، سواء كانت ميزات جمركية أو إعفاءات أو ما إلى ذلك. والأمر الآخر هو حجم الاستثمار المتبادل. توطين الاستثمارات، يمكن حجم الاستثمارات الكورية داخل الدولة المصرية تجاوز ال 800 مليون بحجم كبير للأعمال قابل للزيادة، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار الوضع أو المناخ الجاذب للدولة المصرية المحفز لعملية الاستثمار، وتوجه الدولة الكورية إلى توطين بعض الصناعات في الدولة المصرية للنفاذ إلى القارة الإفريقية. نعم، يعني هنا تكمن فكرة الإفادة والاستفادة بين الدولتين في عدد من المجالات. مصر في هذا الصدد تسعى لإحداث طفرة تنموية ضخمة في الأجل القريب على غرار التجربة الكورية الجنوبية الذي طبعا أثبتت نجاحها بشكل واضح. إلى أي مدى يمكن أن تتحقق هذه الفكرة، الإفادة والاستفادة بين الدولتين؟ قيام تجارة بين أي دولتين سواء كان تصديرا أو استيرادا يفيد البلدين، سواء إذا كان تصدير طبعا بيفيد الدولة في دخول العملة الصعبة وبالتالي له تأثيرات على سعر صرف العملة واستقرارها وزيادة الاحتياطي في البنوك المركزية الخاصة بها، وإذا كان استيرادا فهو لكفاية السوق المحلي داخل الدولة وبالتالي قيام التجارة يترتب عليها مكاسب للطرفين. الأمر الآخر أن كوريا الجنوبية تعد حاليا من أفضل وأهم التجارب التنموية على مستوى العالم. الدولة المصرية في إطار يعني ما تحققه من تقدم تنموي بإشادات دولية، يعني تحتاج إلى الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية التنموية لزيادة مستوى رفاهية المواطن داخل الدولة المصرية وللتعبير عن الوضع المادي والنقدي المستقر الذي يمكن أن يؤهل مصر لمضاعفة هذا الرقم في التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية. أيضا عملية توطين الصناعات داخل وخصوصا الصناعات القائمة على استخدام الكثيف للتكنولوجيا، وهي أحد الأمور التي زادت أهميتها خصوصا بعد تداعيات جائحة كورونا، وده الأمر الذي يمكن أن تستفيد منه الدولة المصرية في توطين الصناعات التي تستخدم أو التي تسمى صناعات كثيفة التكنولوجيا، خاصة والسوق الأفريقي متعطش إلى هذا النوع من السلع. نعم، اتضحت الصورة دكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد جامعة أسوان، أشكرك جزيل الشكر.